السلام عليكم. النهارده هنشرح البيفل جير والستريت بيفل جير بس، تمام؟ انا قلت لك ان احنا عندنا اربع انواع نشتغل عليهم: السبار جير والبيفل جير والهيليكال جير والورم جير، تمام؟ عشان ما تشغلش بالك باي انواع تانية، لان في انواع تانية كتير جدا. حتى البيفل جير لوحده فيه انواع تانية زي السبايرال بيفل جير وكده، ده فاحنا هنشتغل على الستريت بيفل جير، تمام؟ طيب خلينا برضه فاكرين ان احنا بنشتغل على الفورس. لحد دلوقتي احنا ما قلناش اي كلمه عن الديزاين بتاع الجيرز عامة، احنا بنتكلم على الفورس اناليسيس بس، تمام؟ وقلت لك ان انا هشرح السبار جير كويس جدا، بعد كده اي حاجة هقول لك انا شرحت دي كويس في السبار جير، تمام؟ فهو الموضوع عندنا بسيط، يعني عبارة عن 6 صفح مش اكتر، منهم 3 اصلا هنحل المثال يعني. اول حاجة بيقول لك الستريت بيفل جير. طيب الشكل بتاعه عشان برضو الناس تبقى شايفة لما بيترسم في ال2 دي بيبقى بالشكل ده، تمام؟ الستريت بيفل جير ده بيبقى عبارة عن حاجة بالشكل ده كده مثلا، تمام؟ في اسنان في الاتجاهات دي، هبقى يعني تقدر تدور وتجيب صوره ليها يعني والى اخره، تمام؟ وفي الناحيه التانيه اسنان متعشقه بنفس الشكل عشان ايه؟ يخلي الدوران يبقى بشكل عمودي. قال لك في الغالب احنا لما بنكون عايزين نعشق تو بيبل جير بنعشقهم عشان نحصل على دوران على زاويه 90، بمعنى انا عندي دوران في الاتجاه ده عايز احوله لدوران في الاتجاه ده، اللي هو لو عندي دوران في اتجاه واي عايز احوله لدوران في اتجاه محور، اسف، دوار كده، تمام؟ او اكس مثلا، دوران في اتجاه محور اكس عايز احوله لدوران في اتجاه محور واي، عشان كده بستخدم البيفل جير. فالزاويه ما بين اكس وواي بتبقى زاويه 90، ده في الغالب، تمام؟ في اغلب استخداماتنا للبيفل جير ان احنا عايزين نغير اتجاه الحركه على زاويه 90 درجه، تمام؟ طيب قال لك لو انا عايز اتكلم عن الاناليسيس بتاعت البيفل جير، فرقم واحد ان السيركلر بيتش او الدايمترال بيتش الاثنين نفس اللي احنا كنا بنتكلم عنهم في الاسبار جير. فلما اكون عايز اجيب الدايمترال بيتش هي عباره عن الان على الدي، قلت لك لما يكون البي دايمترال بيتش بتاعت الجير يبقى عباره عن النمبر اوف تيث للجير، تمام، على الدايمتر بتاع الجير اللي هيبقى دي كابيتال، تمام؟ طب لو عايز بقى الدايمترال بيتش بتاعت البنيون، تمام، يبقى نفس الفكره ان انا هشتغل على الان بتاعت البنيون على الدي سمول. طيب الكلام ده ما تنساش ان احنا بنستخدم هنا البي كابيتال، او قلت لك لما تيجي تكتبها عشان تبقى واضحه معاك حط تحتيها شرطه كده عشان تبقى واضحه وانت بتكتب ان ديت الدايمترال بيتش، والدايمترال بيتش كانت عباره عن عدد الاسنان على الدايمتر، تمام؟ طيب المديول عكسها طبعا، والسيركولار بيتش باي في الدي، على ان نفس الفكره انا هشتغل على الجير هتبقى ديت الدي كابيتال ودي ان جي، لو انا هشتغل على البنيون هيبقى دي الدي سمول وديت الان بي، تمام؟ حصل ضرب الاثنين في بعض هيديني باي، تمام؟ نفس اللي احنا قلناه قبل كده. الاختلاف الوحيد على الاسبار ان انا دايما بشتغل على زاويه اسمها زاويه جاما. هنا لازم اعرف لك الجزء بتاع الجير كويس نكون عارفين كل المحطات اللي فيه. طيب في حاجه هنا عندي اسمها زاويه جاما، طب ايه الزاويه دي؟ قال لك الزاويه دي بنسميها البيتش انجل فور البنيون، جاما سمول يبقى البيتش انجل للبنيون، اللي هي ايه؟ الزاويه اللي بين المحور اللي بيكون عليه التورك بتاع البنيون وبين ميلان اخر سنه على البنيون اللي انت شايفها، يعني انت ده مسقط جانبي للتعشيق، تمام؟ فدي اخر سنه هتشوفها على البنيون، خلاص، اللي هي ساعه ما جه يتعشق دي اخر سنه موجوده. فالميل بتاع السنه دي مع محور الدوران ده اداني الزاويه اللي اسمها ايه؟ جاما. طيب والميل بتاع السنه دي، السنه الثانيه دي مع محور الدوران اللي هو ده اداني الزاويه اللي اسمها جاما كابيتال، دي البيتش انجل لمين؟ لل بسم الله الرحمن الرحيم للجير. طيب قال لك لازم تكون عارف ان انا بقول لك ان احنا دايما في الغالب او يعني هو تقريبا بنسبه 99% انا عايز احصل على ايه؟ على زاويه مقدارها 90، فمجموع الزاويتين دول لازم يديني زاويه مقدارها كام؟ 90 درجه. يبقى لازم تكون فاهم ان مجموع الزاويتين جاما زائد جاما سمول وكابيتال هيديني 90 درجه، تمام؟ حتى وانت في الحسابات هيكون الحسابات مبنيه على الاساس ده. يبقى ما تنساش ان انت مجموع الزاويتين دول لازم يديك كام دايما؟ 90 درجة. دي نقطة هتتشيك بيها في المسائل، يعني أنت من ضمن الحاجات اللي هتشيك بيها إن أنا والله تمام مجموع الاتنين دول 90 درجة يبقى أوكي كده أنا شغال صح أو حللت صح، تمام؟ أو الأرقام اللي أنا كاتبها صح، ده في الأول كده عشان ما تبقاش فيها أخطاء من الأول. طيب بعد كده في حاجة اسمها اليونيفيرم كليرنس، وأنا كنت شرحت برضو الكليرنس كويس جدا في الـ في السبار جير. فالكليرنس هو عبارة عن إيه؟ عن المسافة بين التعشيق لما كان في السبار جير كان عندي السنه بتبقى عامله كده، ده المكان بتاع التعشيق والسنه بتبقى عامله كده، فبنسيب مسافه، تمام؟ هنا كنا بنسميها الكليرنس، نفس الفكره بس على زاويه، فبنسميها اليونيفورم كليرنس في
البيفل جير. طيب قال لك في حاجه كمان اسمها ان الشكل دوت بيديني شكل الكون المخروط الى حد ما، فالزاويه بتاعت ميلات البليون جير اللي هو من عند المنطقه دي كده تمام، مع الزاويه بتاعت ميلان السنه دي اللي هي اخر سنه تمام، مع الخط ده بيحصل تقاطع وبوصلهم الاثنين مع نقطه الايه الالتقاء اللي هنا دي تمام. انا بعمل بقعد اوصل كده وبوصل من هنا التماس ده بوصله، فيديني ايه هيديني حاجه اسمها الباك كون، حاجه اسمها زاويه اسمها زاويه الباك كون. هي اهميتها هي مش عليك كشغل، بس مش عليك ان انت تعرفها يعني تعمل كشغل. عايز تعرف اي حاجه عنها تقدر تبحث عنها بمنتهى البساطه. طيب دي زاويه من ضمن زاويه التعريف اللي انا عايز اوصلها لك بس مش قادر. طيب بعد كده في حاجه اسمها الباك كون راديوس، بتحسب عليه التداخل او الانترفيرنس، مش الانترفيرنس اللي احنا خدناه قبل كده، لا التداخل اللي هو ازاي هعشق الترسيم مع بعض، يعني هحط ده على بعد كام وده على بعد كام بالظبط تمام. فسواء الباك كون راديوس او الباك كون هو اللي بيحسب لي الايه ان انا ازاي هعشق التروس في بعض. طيب طبعا في الشغل بيتعمل بشكل نظري وخلاص عارفين الحوار ده، بس احنا بنتكلم على معلومات اللي هو حاجه علميه، ماده علميه فلازم تتدرس بالشكل ده. طيب في حاجه كمان اسمها الفيس ويت او الفيس اللي عندي، نفس الفكره بتاعت الاسبار جيل بس مش بنفس القانون، يعني حسابه مش بنفس القانون، له قانون تاني عايز تعرفه تقدر تبحث منتدى ستاند. طيب عن حسابات البيبر كير كنت انا بحثت اصلا وعرفت منها كون ديستانس، هوريك الحسبه بتاعته عشان دي بس موجوده في الجدول عندي. فكون ديستانس اسمها ايه نوت، المسافه بين بسم الله الرحمن الرحيم البنيون والسن بتاعت البيبل تمام، من عند نقطه المركز دي التلاقي بتاعتهم تمام، فدي اسمها الكون ديستانس. طيب فتقدر تبحث برضه زي ما قلت لك اي حاجه انت عايز تعرفها بالظبط تقدر تبحث عنها انت، بس انا اقول لك اللي مطلوب مننا يعني. طيب بعد كده قال لك زاويه الجاما دي بتتحسب ازاي، الجاما اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي سمول اللي هي مجموعه زائد الكابيتال ب 90، قال لك عباره عن ال ان بي بنيون نمبر اوف تيس على جير نمبر اوف تيس تمام، بيساوي تاني الجاما تمام. طب تاني الجاما كابيتال عباره عن ال ان جي على ال ان بي، مجموع الاثنين دول مجموع الزاويتين مش التانات، مجموع اتنين زاويه يعني عشان اجيب الجاما بس هقول شيفت تان اللي هي تان ماينس 1 يعني ان بي على ان جي، وعشان اجيب الجاما كابيتال تان ماينس 1 ان جي على ان بي، مجموع الاثنين لازم يطلع 90 درجه تمام. القانون ده معمول اصلا على اساس ان كده مجموع الاثنين هيطلع 90 درجه معاك تمام. طيب بعد كده قال لك ان انا عندي قال لك وير الجاما ديت عباره عن بيتش انجل، الجاما اسمها بيتش انجل تمام، بس ديت للبنيون والجاما كابيتال للجير تمام. طيب في حاجه كمان لازم تكون عارفها ان الستاندرد بتاع الستريت توز بيفل جير دايما ان احنا بنعمل البريجر انجل على زاويه 20، يبقى مش زي الاسبار جير في ايه؟ ان الاسبار جير كان فيه 20 و22 ونص و25 لو حد فاكر، وكان فيه زاويه قديمه اللي هي 14 ونص و13 ونص. هنا قال لك لا احنا بنعمل على زاويه 20، وقال لك ان ايكوال ادندا اند ديدندا اللي هو ايه؟ مع الديدندا والادندا اللي احنا بنقولها كده مش متساويين، حلو؟ مش شرط يكونوا ايه؟ في تساوي ما بينهم. طيب اند فول ديبث تيس، ودايما بيتعمل على فول ديبث تيس، يبقى انا النوع بتاعي دايما لما اجي اتكلم اقول ان ده فول ديبث تيس تمام. طيب ودوت بيزود لي الكونتاكت ريشيو، لما بعمل كده بيزود، لما بخلي ان ما بقاش في تساوي في الادندم والديدندم بيزود لي حاجه اسمها الكونتاكت ريشيو. ما فيش تساوي يعني ايه؟ يعني ما فيش قاعده اللي هي هتبقى بلس قمه معينه او ماينس قمه معينه، لا هو الحوار له علاقه بالكوزاين والساين شويه على حسب الزاويه بتاعت الميلان اللي هي جاما تمام. طيب ده بيزود لك الكونتاكت ريشيو، الكونتاكت ريشيو لو حد فاكر برضو كنا اتكلمنا عنها اللي هي الام سي، كنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت تمام، اللي هي ايه لازم تكون موجوده عندي عشان احقق نسبه معينه من الاحتكاك او من التلامس يعني، وده اللي هيسبب حركه التروس. طيب ودوت بيافويد حاجه اسمها الاندر كات، الاندر كات دي كانت في الانترفيرنس تمام، وغالبا كنت انا شرحتها غلط، ان الاندر كات حاجه بتبقى بتتعمل تلقائي من لو احنا عملنا عمليه تشغيل على التروس، لكن هو كده تقريبا كان قصده وقتها ان احنا لما نعمل ده هيتجنب يعني عشان احنا بنعملها بالهوب مثلا ماشين، فده بيتجنب الاندر كات تمام، وبيزود لي الاسترنس بتاع البنيون خلاص. طيب تاني حاجه قال لك في جدول كده كان محطوط برضو في المذكره بتاعت الدكتور، وقال لك الجدول دوت لما يكون عندي 20 ستريت بيفل جير تيس، وطبعا احنا عارفين ان هو ماله فول ديبس تيس، لان انا كان عندي نوعين الفول ديبس تيس والستار تيس تمام، فاحنا دايما بنشتغل هنا قلنا على الفول ديبس تيس. طيب قال لك الجدول ده بيعرف لك كذا حاجه، الوركينج ديبس. طب ايه هي الوركينج ديبس؟ انت في العادي ان انت مش بتبقى عارف ايه معناها، فابحث عنها برضو وهتوصل لها.
واللي انا وصلته ان هي عباره عن التوتال ديبس بتاعت التيس، يبقى الدبس اللي هي السمك بتاع التيس ذات نفسه زائد قيمه الكليرنس، يبقى التوتال ديبس اللي عندي بتاع التيس دي زائد قيمه الايه الكليرنس اللي عندي. طيب بعد كده قال لك الكليرنس اللي هي السي، تمام، دي العلاقه اللي بنحسبها منها بوينت 1.88 على البيتش، تمام، بس دي ايه الدايمتر البيتش، تمام، زائد البوينت 0.02. طيب عرفت منين دي الدايمتر البيتش؟ يبقى ان هي دي البي كابيتال اللي موجوده عندي دي، تمام. البي سمول بتبقى واقفه من عند السطر ونازل تحت كده كده على الورد يعني، ف زائد الدايمتر البيتش. ورادندم موف الجير دي العلاقه بتاعته، تمام، مفيش علاقه ثابته. وقال لك عند الام 90 هنعرف يعني ايه ام 90 تربيع دي دلوقتي. الجير ريشيو قال لك نفس قيمه الجير ريشيو اللي فاتت، ان احنا كنا بنقول عباره عن اللي هي الدريفن على الدرايفر، تمام، فالدريفن عباره عن الان جي على الان بي، ده في حاله الايه عدد الاسنان. طيب قال لك الايكوفلنت 90 ريشيو يعني ايه؟ قال لك ده عباره عن الجير ريشيو لما يكون الجامعة عندي ب 90 درجه. حلو، يبقى عباره عن الجير ريشيو لما يكون الجامعة كابيتال بكام؟ ب 90 درجه. فعشان تجيب الام 90 يعني، عشان اجيب الام 90 لما تكون الجامعة ب 90، فاللي هو تقريبا بتاع اللي عندي الثانيه بزيرو، الزاويه اللي عندي الثانيه بزيرو. مش كنت بقول لك عايزين نحقق زاويه 90؟ هو في الغالب الثانيه بزيرو، بس نفترض ان انا في الحاله بقى انا دي عايز اجيب لما يكون الجامعة ب 90 والثانيه بصفر. انا في حاله اصلا ان الجامعة اساسا بكام؟ ب 14، والثانيه هتبقى الجامعة كابيتال بتساوي كام؟ 76، تمام. طيب فقال لك احنا بقى بدول هنعوض في القوانين دي عشان اعمل ايه؟ عشان احصل على المكافأة، عشان احصل على المكافأة لما تكون الجامعة، كأن الجامعة كانت عندي ب 90 والكابيتال ب 90 والجامعة سمول ب 0، تمام. طيب الكلام ده قال لك القانون اللي هيتحط ده هيتعوض بيه بكل القيم ما عدا ان يبقى عندك الجامعة ب 90. ليه؟ لان لما يبقى عندك الجامعة ب 90 انت مش هتحتاج القانون ده في حاجة اصلا، ما هي الجامعة ب 90 هتجيب ساعتها الام جي اللي هي دايركت، ان هي قالها انهي جير ريشيو اللي هي الايكوفلنت برضه في نفس الوقت. طيب قال لك وايه تاني؟ قال لك لو عوضنا ال 90 هنا كوزاين 90 هيديك صفر، اي حاجه على صفر بما لا نهايه جذر ما لا نهايه، فانت كده ما وصلتش لاي حاجه من القانون ده. يبقى القانون ده بتتعوض بيه بس لما يكون عندك الزوايا مختلفه عن ان الجامعة تكون بتساوي 90. طب لو الجامعة ساوي 90 فعلا خلاص، طيب وساعتها هتاخدها تعوض بيها هنا بعد ما تجيب الام 90، هتعوض بيها هنا طبعا كل تربيع، وتطلع قيمه الايه الادندم جير ريشيو بتاعك. طيب بعد كده قال لك الفيس ويتس اللي عندي اللي هي الاف عباره عن 3 من 10 الاي نوت. ايه هي الاي نوت؟ لسه قايلها لك فوق ان انا كنت بحثت عنها اصلا وهقول لك قانونها دلوقتي. عباره عن الكون ديستنس. طب الكون ديستنس ده تعريفه ايه وبيعبر عن ايه؟ قال لك الكون ديستنس اي نوت ده عباره عن الاوتر كون ديستنس اوف البينيون اند الجير، اللي هو المسافه الخارجيه ما بين البينيون والجير بنسميها كون ديستنس. طيب الاي نوت ده بيعبر عن ايه؟ دي على 2 ساين جاما، تمام، الدايمتر بتاع الجير على 2 ساين الجاما، او انك تقول ان الفيس ويتس اللي عندك عباره عن 10 على البيتش. طب لما يكون 10 على البيتش بيساوي ايه؟ هختار انهي واحده فيهم؟ هتقول ان الاصغر هي اللي هتحقق معاك، يبقى اما احط 10 على البيتش لو طلعت على البيت على الدايمتر البيتش يعني، لو طلعت ال 10 على الدايمتر البيتش اصغر من 3 من 10 الكون ديستنس، يبقى كده دي اللي هختارها، هشتغل بالقانون ده او دي، تمام؟ طيب المينيمم نمبر اوف تيس البينيون قال لك والجير علاقات 16 و16 او 15 و17 او 14 و20 او 13 و30، دي الحاجات المفضله بس ممكن يكون في استثناءات عادي. طيب الحاجات دي هل الجدول ده كله هشتغل بيه؟ في الغالب لا يعني، تمام، بس انا قلت اشرحه عشان هو موجود في البي دي اف بتاع الدكتور. طيب دي كده احنا خلصنا اللي هو كنا بنقول اسمها الترمينولوجي بتاعت البيفل جير. كل اللي احنا عرفناه في الترمينولوجي ان في زاويه زياده اسمها جاما سمول وجاما كابيتال، المجموع الاثنين لازم يديني 90 عشان في الغالب احنا بنستخدمه للهدف ده، ان احنا نعمل الحركه على زاويه 90، وان الحاجات القديمه زي ما هي بنشتغل بالحاجات القديمه زي ما هي، تمام. طيب نيجي على تحليل القوه. قال لك في تحليل القوه، تمام، انا عندي الجير بالشكل ده، او اسف البنيون يعني اللي هو الهيليك، اسف البيبل، تمام. قال لك القوه اللي عندي المحصله لو حد واخد باله بتبقى مايله على زاويه البريشر انجل اللي هي دي ب 20 المفروض، بس في الفراغ. احنا قبل كده كنا بنقول ان القوه بتبقى موجوده على البريشر انجل بس فين؟ في محورين اكس وواي، واي وزد. هنا قال لك لا، انت هتبقى مثلا لو افترضنا ان دوت هو فرض بشوط محاول هنا اكس ودوت واي، لو افترضنا ان دوت واي زي ما هو عامل، تمام، فتبقى القوه الاولى مايله بدبليو واي، تمام، والقوه الثانيه هتبقى على الارض،
على الارض دي اللي هي فين، اللي هي هتبقى احنا قلنا دوت اكس كده زي ما هو فرض، تبقى ما بين اكس زد على المحور اكس زد، تمام. طيب يبقى انا القوه الاولى هتبقى دبليو واي، والثانيه هنسميها ان، ان دي اللي هي ان ايه، ان اكس زد، ما اعرفش قيمتها قد ايه. فقال لك لما تيجي تحلل ان اكس زد دي هتكون الزاويه اللي على الارض بقى مقدارها جاما سمول، تمام. جاما سمول دي اللي هي ايه، تان ان جي على الان بي، لسه قايلينها فوق، تمام، ان بي على ان جي، اسف. طيب فالزاويه اللي على الارض دي قيمتها، حلو. فهتحلل مره هنا كوزين ومره ساين. قال لك الكلام ده لما اعمله هيطلع لي القوانين دي، برضه هيطلع لي القوانين دي ازاي عشان الناس اللي هتبقى مش عارفه ال دبليو تي اللي دخلها. اقول له بمنتهى البساطه تعالى كده، انا عندي اول حاجه اسمها دبليو تي، صح، التانجنشال اللي هي في اتجاه محور واي. اقول له ادي الدبليو تي، خلاص. الكلام ده هيساوي ايه؟ هتساوي دبليو القيمه الكليه كوزين الفاي، دي ما فيهاش اي حاجه. طيب هقول له الان الاي اكس زد اللي على الارض هتساوي ايه؟ ما انا لازم احلل على نفس الزاويه، ما ينفعش اغير. يبقى ان اكس زد اللي على الارض هتساوي ايه؟ الدبليو ساين الفاي، تمام. انا هحلل دي هنا كده واروح راميها هنا على الارض. طيب قال لك بعديها هروح محلل بقى الان اكس زد دي مره على الزد ومره على الاكس، اللي هي مره تبقى راديال ومره تبقى اكسيال. قال لك الاوميجا هتبقى الاوميجا ار او الدبليو ار، اسف، هتساوي ال ان اكس زد اللي هي القيمه دي دبليو ساين فاي، تمام، في ال انا الراديال في كوزاين الجاما، الجاما، تمام. طب لو انا عايز الاكسيال، قال لك هتساوي ال ان اكس زد، كانت بتساوي ال ان اكس زد اللي هي دبليو، تمام، ساين الفاي، حلو، بدل كوزاين الفا بقت ساين الفا، ساين الجاما، اسف، هتبقى ساين الجاما، تمام، ساين الجاما. طيب بعد كده قال لك طب امال جت منين ان انا اجيب الراديال بداله التانجنشال، اعرف اجيبها ازاي؟ قال لك بمنتهى ببساطه، هو انت مش تقدر تشيل الدبليو دي وتحط مكانها دبليو تي على كوزاين الفاي؟ اه، يبقى الدبليو هتساوي دبليو تي على كوزاين الفاي. شيل بقى كل دبليو من هنا وحط قيمتها، هقول له الدبليو دي هشيلها من هنا واحط دبليو تي على كوزاين الفاي، دبليو تي بقت كده على كوزاين الفاي، ساين الفاي على كوزاين الفاي هتديني ايه؟ التان، تمام؟ فبقت دبليو تي تان الفاي كوزاين الفا زي ما هي. طيب هنا نفس الفكره، تبقى دبليو تي تان الفاي كوزاين تان الفاي كوزاين ساين الفا زي ما هي، خلاص؟ ده اللي حصل، ده اللي هو عمله ايه؟ وكتب لك قوانين في الاخر النهائي. طيب قال لك ايه؟ اول حاجه دايما هتجيبها هتكون ايه؟ لما يكون عايز يطلب مني حاجه هقول له اول حاجه هجيبها دايما هي ال، بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه دايما هجيبها هتكون الدبليو تي، تمام. طب هجيبها منين؟ قال لك انت المفروض عارف القوانين القديمه اللي انا كنت قلت لك عليها في السبار جير، تمام، واللي هي عباره عن 60000 اتش على الباي دي ان لو انا شغال بالوحدات اللي هي الاس اي يونت. طب لو شغال بالانش والفيت والحاجات دي تبقى لازم الفي بالفيت بير مينت، والدي تبقى بالانش، والان بريفوليوشن، القوانين دي كلها تطلع ب 33000 الاتش لما اقعد بقى بالهورس باور والفي بالفيت بير مينت، تمام. يبقى انا دي هجيب منها الدبليو تي، الدبليو تي ما بتتغيرش دايما، اول حاجه بنجيبها التانجنشال. الملحوظ ايه عندي؟ ان انا بقى عندي قوه في ال هنا هناك، يعني كان عندي قوه راديال بسميها القوه الراديال والقوه التانجنشال بس، هنا بقى في قوه كمان اسمها قوه اكسيال. يبقى انا وانا شغال على البيفل جير في قوه زياده اسمها القوه الايه؟ الاكسيال. كان عندي التانجنشال دي المره اللي فاتت هي هي، وكان عندي الراديال. خلي في علمك التانجنشال قال لك عباره عن ايه؟ عباره عن الترك على الار اي في اللي هو نص قطر الافريج. طب ايه نص قطر الافريج ده؟ قال لك البيتش ريديوس ات ذا ميد بوينت اوف التوث، او في الميد بوينت اللي عند التوث والجير وما بين الجير اندر كونديشن، تمام. طيب بقى عندي هنا كان عندي تنجنشال وراديال، هنا تنجنشال وراديال، بس زاد عليها ان انا عندي قوه ايه؟ اكسل. فلازم اجيب حاجه توقف الاكسل كمان، يعني خلي في علمك ان انت وانت بتختار هتكون بتختار بيرنج يوقف الاكسل كمان، ده هنعرفه احنا بنتكلم عن البيرنج قدام، تمام. طيب قدام ده اللي هو بعد ما نخلص الجير يعني بكتير كمان. طيب يعني لسه في كام حاجه لسه في الجير يعني. طيب قال لك الريزلتنت فورس اللي عندي اللي هي الدبليو دي كلها، دي الريزلتنت فورس قلت لك على زاويه فاي بس في الفراغ. طيب بعد كده قال لك الدبليو تي ديت اللي هتبقى التانجنشال فورس، الراديال فورس اسمها دبليو ار نفس اللي فاتت، لكن في حاجه اسمها الاكسيال فورس.
طيب وانا بحدد بقى القوة دي احددها ازاي؟ مهم جدا انك تعرف ازاي تحدد القوة دي، تمام؟ طيب قال لك رقم واحد، الراديال دايما في اتجاه ايه؟ نص القطر للداخل. دي خلصت، يعني انا اي ترس عندي هيقابلني يكون من نوع بيفل هروح محدد ان الراديال في اتجاه نص القطر الداخل، سواء بيفل او غيره على فكرة، تمام؟ طيب التانجنشال يكون مع اتجاه الدوران للاسفل، صح؟ يعني انا المفروض ان الترس ده يكون اتجاه الدوران وكده، فدي التانجنشال. بس في حته مهمه، ده التانجنشال اللي هيأثر على الجير الثاني، يعني انا هبقى في جير ثاني متركب كده، فاقول ان التانجنشال ده هيأثر على الجير اللي تحت مش على الجير ده، تمام؟ هو هنشوفها دلوقتي واحنا يعني انا بشرح اللي بعد الصوره اللي بعد منها. والاكسيال ده هيتحدد ازاي؟ قال لك هيكون معاكس للتانجنشال الثاني، هيكون معاكس للراديال اسف، هيكون معاكس للراديال الثاني. يبقى الاكسيال ده عباره عن عكس الراديال على الجير الثاني. هنشرح الكلام ده بالظبط دلوقتي. طيب تعالى هنا، قال لك ايه؟ قال لك عشان يعني تحدد القوه على البنيون وعلى الجير في الحاله بتاعه البيفل، تمام؟ رقم واحد لازم تحدد القوه التانجنشال والراديال، تمام؟ ما تحددش الاكسيال في الاول، تمام؟ طب ده هنعمله ازاي؟ اول حاجه انا عندي مثلا اتجاه الدوران بالشكل ده، ده في المره الاولى، تمام؟ طيب فكان البنيون بيدور في الاتجاه ده، عشان البنيون يدور في الاتجاه ده هروح فاصله كده لوحده كانه دايره يعني، حلو، واقول ان هو في الاتجاه ده. طيب هعمل ايه؟ هقول له والله بما انه بيدور كده فهو عايز ياثر بقوه فين؟ في الاتجاه ده، بس دي قوه التاثير بتاعته. احنا دايما لما بنحط قوه بنحط ردود افعال مش قوه، يعني ما بنحطش القوه الرئيسيه، بنحط رد الفعل. امال القوه الرئيسيه دي هتكون فين؟ قال لك هو عايز يحرك في الاتجاه ده، ده هيكون تاثيره على الجير، تاثير البنيون على الجير. لو حد فاكر برضو قبل كده كنا في السبار جير، كنت بقول لك لو انا عندي ده قائد ودوت منقاد، تمام، وده هيدور في الاتجاه ده، هيدور في الاتجاه ده كده، حلو، فهتفصلهم عن بعض بالشكل ده، تروح حاطط ان على المنقاد قوه الاعلى لكن على القائد قوه الاسفل، قوه رد الفعل، لان القائد عايز يأثر على المنقاد بقوه الاعلى، تمام، لكن المنقاد هيرد عليه برد فعل الايه؟ الاسفل. فركز، هنا نفس الفكره، انت هنا بتقول ان القوه دي هتدور كده فعايز تسبب قوه في الاتجاه ده، القوه اللي في الاتجاه دوت هتتحط على مين؟ على الدريفنج جير، يبقى القوه دي بتتحط على الدريفنج جير، لكن دي بتتحط على الدرايف جير اللي هو البنيون، تمام. طيب يبقى رد الفعل بتاعها هيكون على مين؟ على الدرايفر، تمام، على البنيون. يعني لو غيرت الالوان يبقى انا عندي كده رقم واحد ادي قوه على الدريفن، تمام، اللي هي القوه اللي جت نتيجه الدوران اللي هتحرك كده فعلا، حلو، دي قوه تاثير البنيون على الجير. ركز، لما تلاقي اتجاه الدوران كده فاتجاه القوه كده، افتكر ان انت مش هتحطها على البنيون وهتحطها على مين؟ على الجير. طيب بعد كده قال لك في قوه راديال، قال لك بالنسبه للبنيون فبتكون في اتجاه ايه؟ نص القطر، دي معروفه. طب بالنسبة اسف للجير فهي في اتجاه نص القطر، برضو البنيون نفس الفكرة في اتجاه نص القطر الأعلى، خلاص دي ما فيهاش أي حاجة. يبقى احنا كده قدرنا نحدد أربع قوة. قال لك أمال لسه بقى الأكسيال فورس، قال لك بص يا سيدي، الأكسيال فورس الأولى هتكون اللي هي على البنيون، تمام، هتكون عكس الراديال فورس التانية اللي هي على مين؟ على الجير. والأكسيال فورس اللي على الجير هتكون عكس الراديال فورس اللي على البنيون، بمعنى أنا حددت إن دي للداخل يبقى دي كده لداخل الصفحة كده، تمام. طيب لما حدد انا ان الراديال عندي هيبقى الاعلى كده يبقى التانية هتبقى لاسفل كده، خلاص قدرنا نحدد القوة كلها، تمام. يبقى تاني انا بعمل ايه؟ اول حاجة بحدد التانجنشال والراديال، بحددهم ازاي؟ والله اول حاجة انا عندي القوة دي بتدور كده فعايز اتحرك الجسم ده في الاتجاه ده، خلاص تمام، عايز اتحرك البنيون يعني، عايز اتحرك الجير اسف في الاتجاه ده. طيب رد الفعل في الاتجاه ده هأثر المسافة شوية عشان تبان. طيب القوة الراديال والله معروفة كده كده دايما لنص القطر للداخل. طيب الأكسيال هقول له بص، الأكسيال بتاع البنيون عكس الراديال عشان يحصل اتزان للقوة، عكس الراديال بتاع الجير، تمام، والأكسيال بتاع الجير عكس الراديال بتاع البنيون، خلاص ده كل اللي انت بتعمله. طيب الناحية التانية لو عكس الدوران، لو الدوران بقى معاكس هقول له بص الدوران في الاتجاه ده فعايز يلفه في البنيون في الاتجاه ده، اللي هو تأثير قوة الجير هتبقى كده، تأثير البنيون على الجير، فديت كده قوة مين؟ هكون محسوبة للجير مش للبنيون، تمام. يبقى رد الفعل اللي في الاتجاه التاني هو ده اللي هتحسب لمين؟ للبنيون. الراديال للداخل، الراديال للداخل،
تمام. الاكسيال عكس الراديال، والاكسيال عكس الراديال، خلاص ده اكسيال وده اكسيال. دي فيها مشكلة؟ دي ما فيهاش اي مشكلة. يبقى انا كده عرفت ازاي بحدد القوة بتاعة البنيون او الجير. وركز في ملحوظة مهمة جدا جدا، انت دايما بتبدأ تقيس تأثير القوة من على البنيون. يعني ايه؟ يعني انا هشوف اتجاه الدوران ده على البنيون، فاقول ان اتجاه الدوران ماله؟ هيخلي القوة تتحرك كده، يبقى ده تأثير القوة انهي؟ بتاعة الجير اللي هتحط على الجير من الآخر، اللي هو البنيون على الجير، يبقى رد الفعل في اتجاه المعاكس. طب لو حاولت أعملها من على الجير هلاقي اتجاه الدوران كده، تمام؟ فيبقى لما يكون اتجاه الدوران كده يبقى القوة اللي هتعمل فين؟ في الاتجاه ده برضه، اللي هو اتجاه مين؟ الجير. يبقى أنا لو بقيس من على الجير تمام مش من على البنيون، تمام؟ يبقى أنا لازم أكون عارف إن إيه؟ اتجاه الدوران اللي عندي بتاع الجير هو هو اللي هيسببه الدوران بتاع الجير، أو عكس اتجاه دوران البنيون. يبقى انا يستحسن، عشان احنا في القوه في الغالب بنبدا دايما بنقيس من على البنيون، تمام؟ فيستحسن اشتغل منين؟ من على البنيون في الغالب، يستحسن اشتغل من على البنيون. ليه؟ لان هو هيديك التورك او الباور، لو حد زي ما كنا بنعمل المره اللي فاتت بتاع البنيون، فلما يديك بتاع البنيون والباور بتاع البنيون لازم تجيب القوه اللي على البنيون، تمام؟ لان التورك والباور اللي معاك بتاع البنيون، فتجيب نص قطر ايه؟ البنيون. الشغل كله بتاعك يكون من عند البنيون، تمام؟ ده كده كل الحاجات، ازاي تحدد القوة، ازاي تشتغل على الاناليسز، وكان الاناليسز عبيط يعني ما فيهوش الا جاما وجاما بس، هي دي المختلف. وبعد كده عندك هنخش على ان احنا نحل مسألة دلوقتي. نيجي بعد كده المسألة بقى، ففي المسألة بيقول ان انا عندي بيفل، البيفل بينيون اللي عندي زي ما وضح في الشكل 13-36 اللي هو الشكل ده، تمام؟ بيلف بسرعة ان بتساوي كام؟ 600 ريفوليوشن بير مينت، والدايركشن بتاعه كما هو موضح، وبينقل 5 اتش بار لمين؟ للجير. يبقى ال 5 اتش بار دي بتاعت مين؟ هورس بار دي بتاعت مين؟ بتاعت البنيون، خلاص. وبينقلها للجير، قال لك التعشيق الماونتنج او مسافه التعشيق يعني، واللوكيشن بتاع اول بيرنج بتاع كل البيرنج اللي عندي، واند ذا افريج والافريج بيتش ريزاي اوف ذا بنيون اند جير ار شون ان ذا فيجر، موضحين في الشكل. فهو بيقول لك المصطلحات اللي عندك كلها في الشكل يعني. عشان نسهل الموضوع، فاعتبر ان التيس هاف بين ريبليسد باي بيتش كونز، ان التيس اللي عندك شلناها وحطيناها بشكل ايه؟ مخروط، ما حطيناش شكل سنون يعني، هو ما رسمهاش بالشكل الحقيقي ان انت تحط سنون، لا هو عملها بس ايه؟ مخروط كده هنا ومخروط هنا كده، تمام؟ طيب قال لك عندك بيرنج ايه وسي شوت تيك ذا ثراست لود، يعني ايه؟ انا قلت لك ان في قوه في اتجاه محور في الاكسيال، في الاكسيال لود اللي هو على الشافت، على اتجاه الشافت، تمام؟ طب القوه دي مين اللي هيصدها؟ قال لك لازم يكون في عندك بيرنج يشيل الثراست لود، وانا عندي نوع من البيرنج بيقدر يشيل الثراست لود. فقال لك المره دي انا اعرفك ان الايه وان السي دول اللي هيشيلوا الايه؟ الثراست لود اللي عندي، خلاص؟ طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ احسب البيرنج فورس، القوة بتاعة البيرنج اللي موجودة على الجير شافت، كل القوة البيرنج اللي موجودة على الجير شافت اللي هو الشافت بتاع البيرنج ده، تمام؟ طيب لو هو ما كانش مديني ومعرفني ان الثراست لود موجودة على الاي والسي، انا كنت هقدر اعرف برضه، وانا اقول لك هنعرف ازاي دلوقتي، تمام؟ بس خلينا نحل المسألة الأول. رقم واحد قلنا لازم نحدد القوة بتاعة البيرنج، تمام؟ بتاعة للأسف الجير. فالقوة اللي على الجير ده هتلاقي الجير هو مديك اتجاه الدوران هنا في الاتجاه ده، يعني بيأثر بقوة لما تيجي توصل هنا هتبقى في الاتجاه اللي الخارج ده. القوة دي بتاعت مين؟ بتاعت الجير. شكرا، أنا عرفت أول قوة بتاعت الجير اللي هي خارج الصفحة. طيب وفي قوة بتاعت الراديوس اللي هو ال W راديال فورس، دي بتبقى دايما في اتجاه نص القطر كده، صح؟ في اتجاه نص القطر للداخل يعني، دي الراديال، يبقى ديت كده W R وديت ال W مالها؟ تي. طب عشان اجيب الاكسل اللي على الجير انا عايز احسب كل حاجه للجير، خلي في علمك، عشان اجيب الاكسل اللي على الجير اعمل ايه؟ قال لك والله لازم تحسب الراديال، لازم تجيب الراديال اللي فين؟ اللي على الشافت ده، تمام؟ طيب الراديال اللي على الشافت ده فين؟ هتقول له الاتجاه نص القطر الاعلى اللي على، اسف، اللي على البنيون اللي فوق يعني في الاتجاه ده، يبقى الراديال اللي هنا فين؟ لاسفل، خلاص؟ يبقى الدبليو، اسف مش الراديال، الاكسل، لان الاكسيال عكس الراديال اللي على الشفت اللي على الجير التاني، تمام؟ يبقى انا جبت الراديال اللي على الجير ده فاقدر احدد منها الاكسيال ان هو الاسفل، خلاص. بس بعد كده في حته معينه يعني هنمسح دي بقى خلاص ما عادش لها لازمه، وانا قدرت اعرف ان ده الراديال، دوت التانجنشال، ودوت الاكسيال، صح؟ تمام.
بعد كده قال لك في حتة معينة احنا عايزين يعني نعرفها، ان هو لما بيجي يرسم محاور اكس واي زد تمام في المرجع هنا، بيرسم بيحقق قاعدة اليد اليمنى تمام، ان انا لو عندي السبابة في الاتجاه ده والوسطى في الاتجاه ده، فالخنصر فاسف الابهام هيكون لاعلى. خلاص لو انت عملت بصابعك كده باليد اليمنى ان السبابة تكون للداخل وال بسم الله الرحمن الرحيم الوسطى تكون في الاتجاه ده، الابهام هيكون لاعلى، ده الطبيعي تمام. تاني حاجه بيحققها قاعده ان انت لازم تمشي عكس عقارب الساعه، يعني لازم يكون عندك المحور ده مثلا لو فرضت داتا التسميه دي هتبقى اكس، يبقى ده بعد منه واي، يبقى دوت زد. طب لو شقلبت هتحرك، هبدا من هنا كده ان ده عندي هو اللي اكس، يبقى هقول له لازم اللي بعد منه يبقى ده واي، يبقى دوت ايه زد تمام. طيب هو بيحط البتاع لازم يحقق انه يكون ماشي عكس عقارب الساعة تمام. يعني ايه عكس عقارب الساعة؟ هفكرك ان احنا كان عندنا دايرة كده بتقول ان اسمها اي وجي وكي، اللي هي كأنها اكس وواي وزد تمام. اي دي الاكس والجي هي الواي والزد هي الكي، وكنا بنقول لما نمشي كده اي في جي بتديني الكي، والكي في الاي هتديني الجي. لو مشينا بقى مع عقارب الساعة تبقى اي في كي بسالب الجي، فهو عايز يحقق دي في الكتابة تمام. طيب ده اللي خلاه يعمل المحاور ان ديت كده اكس تمام، وراح لافف بعد منها جاب دي الواي، وراح بعد كده جاب دي الايه الزد تمام. قاعده اليد اليمنى ممكن تعملها ان انت ترسم اي 3 محاور وخلاص، بس لازم تحقق ايه ان انت شغال على ان الاكس بعد منها الواي بعد كده الزد، او هنا اكس يبقى بعد منها الواي كده او لاعلى بعد كده الزد. خلاص لازم تمشي عكس عقارب الساعه، ما تمشيش مع عقارب الساعه تمام. يعني ما ينفعش تحط مثلا لو افترضنا كده بالشكل ده، هو ينفع بس ما ينفعش اللي هو كقاعده احنا مثبتينها قبل كده، عشان احط هنا اكس فانا مشيت كده طلعت كده بقت دي ايه واي تمام، لازم ادور مالها عكس عقارب الساعه اوصل لهنا تبقى الزد تمام. ما ينفعش احط الزد هنا، ليه؟ هبقى كاني مشيت هنا اكس في زد ودي الواي، يعني الزد بقت موجب كده تمام. لا تمام. طيب هو عمل ايه؟ بمنتهى البساطه فرض ال3 محاور اللي عنده اكس واي زد، وهو كان فارض في الرسمه، يعني انت دي انت اللي بتحط البتاع دي بايدك، انت حر تحطها زي ما انت عايز، بس هو في الرسمه كان فارض لك محور معين اللي هو اكس ده والواي ده. واحد هيقول لي طب ما امشي زي الرسمه واعمل كده، انت حر يعني عادي، اكس وادي الواي والتالت بتاعي يبقى الزد في الدوران عكس عقارب الساعه، يبقى لازم كده تمام. تمام واحد هيقول لي همشي كده خلاص تمام صح مش غلط يعني تمام. طيب بعد كده هاجي اقول له ان انا عندي القوه اللي عندي بسم الله الرحمن الرحيم كانت عندي قوه عند النقطه دي بالظبط، طب النقطه دي انهي بقى؟ هي إيه دي الفكره. لازم تقرا المساله، يعني لازم تقرا المعطيات اللي في الرسم، لان هو قال لك كل حاجه مديها لك على الرسم، منها اهم حاجه كان مديها لك واللي احنا عايزينها حاجه اسمها ايه الافريج بيتش ريديوس، او الافريج بيتش ريديوي عشان الجمع يعني. فالافريج بيتش ريديوس دي اللي هي ايه؟ قال لك دي البيتش ريديوس اللي احنا بنشتغل عليها في قانون التورك بس كده. قال لك لا، لو ما قانون التورك ده اللي بيطلع لي الاوميجا تي التانجنشال فورس بس، قال لك بس كده، قال لك لا ده دي كمان نقطه التاثير. لما بجيب الافريج بيتش ريديوس بتاع البنيون مع الافريج بيتش ريديوس بتاع الجير، بجيب نقطه التاثير اللي عندها القوه اللي عندي، يعني القوه اللي عندي هتاثر في انهي نقطه بالظبط تمام. فانا لازم اقرا الافريج بيتش ريديوس كويس. هعمل ايه؟ هقول له والله بص باين اول خط ده كده ان هو في منتصف الجسم، انهي يعني هو مش على الطرف هنا كده، لا ده هو في المنتصف، افريج بيتش ريديوس كان في منتصف السنه، فده باين الخط ده بكام؟ ب 3.88، يبقى ده الافريج بيتش ريديوس لمين؟ للجير. ليه؟ لان هو بيقيس من على الجير كده في الاتجاه ده، خلاص يبقى ده بتاع الجير مع الافريج بيتش ريديوس بتاع البنيون اللي هو ده، من عند باين ان دي من عند منتصف السنه تمام؟ لحد ما وش مشي وجاب القيمه دي اللي هي بكام؟ 1.239، من اهم الحاجات الموجوده عندي. بعد كده بعد عن محور اكس، بعد اللي هو البيرنج اللي عندي دي عن محور اكس 2.5، وبعد البيرنج سي 3.58 3.58. بعد كده عندي شويه قياسات تانيه بتاعت البيرنج اللي هو ايه؟ اللي على محور اكس، بس احنا مش هنشتغل على البيرنج ده، يعني احنا هنشتغل على دول مش لازمني، يعني الثلاثه والسته ونص دي مش لازمني. القيمه دي الفيس ويتس تمام برده مش لازماني قوي. القيمه دي الثلاثه اللي هي بتاعت اللي هي الدايمتر، يعني اللي هو الدايمتر الكبير اللي عندي مش لازماني، بس اللي لازمني ان انا عندي نمبر اوف تيس للبنيون ب 15 ونمبر اوف تيس للجير ب 45 تمام. حلو طيب
حد هيقول لي احنا بنشتغل على انهي تاني ريديوس؟ بنشتغل على الافريج ريديوس. اوعى حد يروح يحسب الدايمترال بيتش وال اللي هو احنا كنا بنقول فيه دي جير، كنا بنقول دايمترال بيتش عبارة عن الدي جي على، بسم الله الرحمن، عبارة عن الان على الدي جي، تمام؟ ده الدايمترال بيتش دي جير او العكس، تمام؟ فتروح تحسبها وتحاول تجيب الكلام ده، سيبك منه انت بتشتغل على الافريج ريديوس، تمام؟ ما عندكش الافريج ريديوس ساعتها هقول لك هتجيب القيمه الكبيره دي زائد القيمه الصغيره وتقسم تجمع الاثنين وتقسمهم على اثنين، ممكن، لكن في العادي انت هو بيديلك معطى، خلاص؟ طيب بعد كده، بعد ما حددنا النقطه بالظبط اللي هي على بعد من محور اكس، تمام، مقداره 3.28 في اتجاه الموجب، وعلى بعد من محور واي في اتجاه السالب مقداره 1.293، يبقى النقطة اللي هتأثر عندها القوة بعد ما رسمت أهو إكس واي زد، لازم أتحرك على محور إكس الموجب مسافة مقدارها، تمام، ده محور إكس من هنا كده لحد ما أنا داخل في اتجاه محور إكس الموجب، مسافة مقدارها 3.88، حلو، يبقى أنا هتحرك مسافة كده مقدارها 3.88، طبعا مش شرط بالمسطرة، ممكن كروكي كده، حلو. بعد كده قال لك هتيجي على محور واي بس ده السالب، هتحرك مسافة بوينت مقدارها 1.293، تحرك مسافة مقدارها اهي كده من عند النقطة اللي انت وصلت لها 1.293، وصلت كده مين لنقطة تأثير القوة عن طريق التو افريج ريديوس، تمام، او ريديوي عشان جمع يعني. طيب بعد ما وصلت النقطة دي أبدأ أوقع القوة اللي عندي. أنا قلت إن في قوة عندي فين؟ في الاتجاه ده. القوة دي كانت مالها؟ كانت إيه؟ كانت انهي قوة فيهم؟ كانت قوة الراديال ال WR. طب دي باين قوي ان هي عكس مين؟ عكس محور اكس، يبقى انا هاجي ادي محور اكس اهو عكس محور اكس في ال W بتاعت الراديال. طيب في بعد كده قوة كمان اللي هي مين؟ التانجنشال، كانت في الاتجاه ده، الاتجاه ده اكس ولا واي؟ قال لك لا، ده الاتجاه العمودي على الصفحة اللي هو الزد. طب هي كده الاتجاه العمودي على الصفحة اللي هو الزد اللي هو هيبقى في الاتجاه ده الزد، خلاص؟ اللي هو عشان نحقق القاعدة قلنا لازم تدور عكس عقارب الساعة، خلاص. طيب ف انا كنت تقريبا عملتها غلط وانا برسم، فالمهم يعني ان هو لازم الزد يبقى يدور عكس عقارب الساعه، اللي هو الزد يبقى كده، خلاص. طيب فكده هيدور مع الزد ولا عكس الزد؟ هيدور، هيتحرك، اسف، مع الزد، صح. ده مين؟ ده التانجنشال فورس. اقول له يبقى التانجنشال فورس اهي مع الزد لاعلى. طيب اخر حاجه خالص مين؟ الاكسيال. الاكسيال اللي هي في اتجاه محور ايه؟ في اتجاه المحور ده. طيب فين القوة دي؟ كانت القوة دي اهي مع الواي ولا عكس الواي؟ عكس الواي، يبقى لازم احركها عكس ادي الواي، لازم اجيب من عند النقطة دي قوة عكس الواي اللي هي ال دبليو اكس، خلاص؟ تمام. نيجي بقى عندنا قوتين، قوة اسمها قوتين للبيرنج. في العادي البيرنج احنا عارفين ان هو بيشيل قوتين بس، تمام، اللي هو كنا في قبل دي بنشيله، ممكن نشيله التانجنشال والراديال، الراديال، خلاص؟ يبقى انا في بيرنج منهم هحط ادي دي، فين القوة التانجنشال؟ دي الأول راديال وادي التانجنشال، يبقى في قوة راديال وقوة تانجنشال. أنهي اتجاهات؟ افرض براحتك الاتجاهات، كده كده في الآخر لو طلعت سالب يبقى عكس اللي أنا فرضته، خلاص؟ تمام. طيب بعد كده الناحية التانية برضو هحط قوة عكس التانجنشال أو مع التانجنشال، مش فارقة، في الاتجاه اللي هو مع محور زد يعني، عشان ده التانجنشال بتاعي، وقوة تانية للراديال. قال لك بس في قوة أكسيال، فلازم قوة تعاكس مين؟ الاكسيال فورس اللي عندي، صح؟ كان ده الفرق، ان احنا عندنا قوه اكسيال. طب احط القوه الاكسيال دي فين؟ هو قال لك في السؤال ان ستريس لود موجوده فين؟ في الاي والسي، يعني في قوه عند في البيرنج اللي عند الاي بيشيل الاكسيال، والبيرنج اللي عند السي بيشيل الاكسيال، فجي عند السي، تمام، وحط لي قوه تعاكس قوه، ادي قوه الاكسيال، حط قوه عكسها بس، تمام. طيب لو انا بقى ما كانش قال لي هو ان انا البيرنج هيكون في اتجاه عند نقطة سي، هعرف منين إن البيرنج ده عند نقطة سي؟ إن أنا البيرنج اللي عند سي، آسف، هو اللي بيشيل الثراست فورس. هقول له بص يا ريس، أنت رقم واحد بتيجي تقول القوة دي في الاتجاه ده، تمام؟ فهفرض إن أنا، لو افترضنا إن إحنا ما عندناش دي الأول، هفرض مجازًا إن السي هي اللي هتشيل الإيه؟ الأكسيال فورس. ساعتها عشان نعمل قوة تعادلها لازم تكون في أنهي اتجاه؟ في الاتجاه ده، تمام؟ لو جيت تنقل القوتين دول بحيث يبقوا قدام بعض بالظبط، هتلاقي ان المنطقه اللي محصوره بينهم هتكون مالها؟ منطقه ضغط، مضغوطه عليها ضغط مش شد، صح؟
لكن لو جيت في الناحية التانية وقلت ان انا هفترض ان هو مش هنا، لا ده هو الناحية التانية، فدي قوة في الاتجاه ده، والقوة التانية هتبقى فين عشان اعملها عكسها تبقى في الاتجاه ده، فالمنطقة اللي بينهم هتكون مالها فيها تنشن مش كومبريشن، يبقى المنطقة دي كده فيها كومبريشن والمنطقة دي هيكون فيها تنشن. دايما اختار انك تشتغل على الكومبريشن. ليه؟ قال لك التنشن في حاجة كنا بناخدها في الشافت في بالنسبة للتنشن كان عبارة عن ان انت بتحدد بسم الله الرحمن الرحيم الطول بتاع الشافت عن طريق قانون معين، لان هو بيتأثر بالتنشن ده فممكن يسبب لك ايه يحصل فيه ديفليكشن، تمام؟ فالكلام ده هو اللي اجبرني على ان انا اختار ايه الكومبريشن، لانه ما كانش فيه الحاجة دي. فالقانون المرتبط بالتنشن ده اللي يخليني يستحسن والافضل طبعا دايما ان انا اشتغل على الحاجة اللي فيها ضغط مش شد، طالما انا اقدر اشتغل على الضغط. يبقى انا لما يكون عندي مش مديني الاكسل لود المفروض الثرست يعني اللود دي مين اللي هيشيلها انهي بيرنج، فانا المفروض اعمل ايه؟ المفروض احدد القوة، احدد البيرنج اللي هيسبب لي قوة ضغط مش شد، تمام؟ طيب بعد كده بعمل ايه؟ انا حطيت كل المعطيات اللي عندي على المسألة خلاص، اللي هو ايه؟ ان انا عندي البعد بتاع البيرنج دي ده على محور واي اصلا، والبعد بتاعه 2.5، يبقى على محور واي هحط البعد 2.5 في اتجاه الموجب، والتاني على بعد 3.58 انش طبعا في اتجاه السالب، خلاص يبقى 3.58 انش في الاتجاه السالب. دي كل المطاط اللي انا عايزها. هتبقى لي ايه؟ طبعا حددت الاتنين دول خلاص مش محتاج حاجه تاني، الفيسوتس مش محتاجها، والتلاته دي مش محتاجها، والاتنين دول قلت لك مش محتاجهم لان دول بيعبروا عن البعد بتاع الشافت اللي هو بتاع البنيون، وانا عايز الشافت بتاع الجير. طيب بعد كده بعد ما قدرت احدد كل القوة طبعا ديت الاتجاهات قلت لك انت بتفرض بمزاجك خلاص، لازم تحط هنا تورك. ليه بقى؟ قال لك هو انت مش الشافت البنيون اللي عندك اصلا كان بيدور فدور بعديها الجير؟ ايوه الجير ده لما هيدور هيدور الشافت ده، تمام؟ فالشافت ده لما هيدور هيدور حاجة بعد كده بس احنا قطعناه، تمام؟ فلازم تحط تورك ان في رد فعل عبارة عن الدوران بتاع الايه الشافت ده اللي موجود في الحاجة التانية. لو ما عملتش كده هنشوف دلوقتي ان انت هتلاقي ان انت بتقول مثلا 500 من واحدة من المعادلات هتقول لك ان 500 بتساوي ايه؟ صفر، وده ما يصحش، تمام؟ طيب أول حاجة هنعملها قلنا زي أي مسألة، تمام؟ إن إحنا بنعمل إيه؟ بنجيب الـ WT، بنجيب القوة التانجنشال، تمام؟ بنجيب التانجنشال إيه؟ فورس، خلاص؟ طيب القوة التانجنشال اللي عندي، القوة التانجنشال اللي عندي عبارة عن إيه؟ إن الـ WT كنا قلنا عليها قبل كده. طب قلنا عليها قبل كده فين؟ قلنا في الأسبار جير ان انت عندك ال WT عباره عن 33000 في الاتش على الفي. طيب فين الفي؟ تمام نبدا بقى ندور نجيب الفي. الفي بتساوي الباي في الدي في الان على ال 12، بس الدي تكون بالانش صح؟ طب انهي دي على ال 12؟ قال لك الدي دي تكون عباره عن ايه؟ عن ال 2 ار 2 في نص القطر. طب انهي نص قطر؟ قال لك النص القطر الافريج المره دي. طب انهي افريج؟ هقول له الافريج بتاع البنيون. ليه؟ لان البار اللي هو مديهولي اللي كان بيساوي 5 عباره عن البار بتاع البنيون، يبقى لازم اضرب في الار هنا بتاعت الافريج بتاعت البنيون اللي هي بكام؟ ب 1.239 اللي هي القيمه دي كده، دي القيمه الافريج هنا اهي، تمام؟ يبقى انا هضرب في الار بتاعت البنيون ليه؟ عشان البار ده بار البنيون خلاص. يبقى انا بضرب الفي 2 باي في الار افريج بتاعت البنيون اللي هي 1.293 في ال ان اللي هو مداني فوق ب 600 على ال 12، طلعت لي السرعه بالقيمه دي، تمام؟ القيمه دي بتاعت السرعه اقدر اجيب منها ايه؟ ان انا والله عندي ال دبليو تي بيساوي 33000 في الاتش باور، الاتش باور اللي هو مداني بكام؟ ب 5، تمام؟ بالاتش اللي هي بالهورس باور، تمام؟ على الفي اللي هي ب 406، طلعت لي ب 406 اي بي اف، خلاص؟ تمام. طيب يبقى انا قدرت اطلع قيمه ال دبليو تي. دبليو تي دي بتاعت انهي؟ اقول له ال دبليو تي دي المفروض لو هشتغل بالظبط تبقى بتاعت ده كده قلنا بتاعت الجير، بس هي بتاعت البنيون اللي في الاتجاه ده، بس اللي بتاعت البنيون اللي هي 406 هنا هتعادل بتاعت الجير اللي هي اللي في الاتجاه ده، هي هي خلاص. يبقى انا اللي عندي بتاعت الجير هي هي بتاعت البنيون. الحاجة اللي بعد كده اللي لازم تفهمها ان انت وانت بتجيب ال W اللي هي عبارة عن القوة الراديال، ال WR او ال W اكسل القوة الراديال، تكون عارف فين الزاوية، تمام؟ طب فين الزاوية يعني ايه؟ يعني انا قلت لك هنا في المثال ده وانا بشرح، تمام؟ ان الزاوية اللي بتميل عليها جاما صح؟ بس ممكن تكون هي مايلة على زاوية جاما كابيتال على حسب انت شغال على انهي بالظبط، تمام؟ طيب لما تكون مايلة على زاوية جاما كابيتال هعمل ايه؟ هتبقى دي بدل الكوزاين جاما سمول هتبقى الكوزاين جاما ايه؟
الكابيتال اللي عندي صح، ودي بدل ساين جاما سمول هتبقى ساين جاما الكابيتال. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ بص يا سيدي، انا عارف خط عمل القوه بتاعتي اللي هي كان عندي هنا قوه قلنا بتتحلل في الاخر ل الراديال، تمام؟ احنا قلنا دي التانجنشال الاول وديت الراديال، والاتجاه دوت هو الايه الاكسيال، خلاص تمام. انا عارف ان خط عمل القوه كان بيقول لي ان انت هتحلل تطلع التانجنشال وبيقع التاني على الارض. طب اللي هتقع على الارض دي هتقع فين؟ قال لك هتقع هنا كده على الخط ده، على خط العمل ده، تمام. طيب خط العمل ده مايل بزاويه مقدارها ايه؟ جاما كابيتال. واحد يقول لي طب ما دي جاما سمول، هقول له بص يا سيدي، احنا كنا بنقول بنثبت القانون ان الاوميجا هو الاوميجا فوق الراديال، طلع القانون معاك اوميجا راديال مضروب في تان الفاي مضروب في كوزين الجاما، تمام. طيب يبقى انا هقول له اوميجا الراديال بتساوي اوميجا مضروب اوميجا تي، اسف، التانجنشال مضروبه في تان الفاي، دي ثابته خلاص مضروبه، عايز اثبت انها تبقى مضروبه في ايه؟ في كوزين. طيب فين الراديال بتاعتي؟ الراديال اهي. يبقى انا لو جيت، تعالى بقى نمسح دي عشان تبان اكتر، انا خلاص عرفت خط عمل القوه. يبقى انا لو جيت ديت الراديال وعايز اثبت كوزين وهميل الزاويه دي، يبقى مايلها على ايه؟ على جاما كابيتال، ما مايلهاش على جاما سمول، خلاص. يبقى انا عشان اثبت ان دي تبقى كوزين هميل على جاما كابيتال. يبقى تاني انا عارف ان في الثلاثي في اللي هو ال 3 دايمنشنز يعني بيطلع لي اوميجا تي اللي انا عرفت ان هي في الاتجاه ده، التانيه هتبقى مرميه على الارض، مرميه على الارض دي اللي هي فين؟ دي الارض، لان الارض هتطلع لك، هي اللي هتطلع لك او دي يعني، تمام. الارض هي اللي هتطلع لك ان في عندك راديال وفي عندك ايه المحور الثالث ايه اكسيال، خلاص. طب الكلام ده طلع ازاي او هيطلع ازاي او هيتعمل ازاي؟ بمنتهى البساطه هميل دي، اروح رامي دي على الارض الناحيه دي كده من عندي دي كده بالزاويه دي، تمام. الزاويه دي اللي هي ايه؟ الجاما كابيتال. اي تاني انا عندي التانجنشال خلصت منها كانت في اتجاه الزد صح، التانية هتقع في اتجاه محور واي اكس او اكس واي، تمام، اللي هو انهي؟ قلنا الاتجاه ده خلاص، الاتجاه ده مع ده عمودي كده. طيب الاتجاه ده هكون عايز اطلع منه ايه؟ والله قوه راديال صح اللي هي في الاتجاه ده، وقوه تانية اللي هي ايه؟ الاكسيال، خلاص. طيب الزاويه دي الحته دي كده هي ايه؟ هي الجاما كابيتال، لكن الحته دي هي الجاما سمول، خلاص. يبقى انا لما اكون عايز انيم بكوزاين يبقى انيم بمين؟ بجاما كابيتال، خلاص. يبقى انت لازم تكون فاهم انت لازم تعمل يعني الزوايا اللي عندك ماشيه ازاي، خلاص. ما تكونش حافظ اسطمبه ان فوق جاما سمول يبقى هحط جاما سمول، لانك لو حطيت جاما سمول هتطلع لك قائمه غلط. فتيجي بعد تلاقيه بعد ما جاب ال دبليو تي اللي هي ب 406، تمام، قال لك ان هي عباره عن دبليو تي تاني الفاي في كوزاين ايه؟ جاما كابيتال. ليه؟ عشان تحليل القوه كان بيقول لي ان ادي خط العمل، وخط العمل ده عشان انيمه في الاتجاه ده اللي هو الاسفل، والاتجاه بتاع القوه دي هي هي، لازم يكون طبعا الزاويه دي كده هي الزاويه دي بالزاي، هقول له ديت كده بالزاويه دي بالتناظر، خلاص. يبقى لازم يكون عشان تبقى كوزاين وثبت القانون كوزاين تبقى جاما سمول، او تبقى تبقى جاما كابيتال، او تبقى ساين وجاما سمول، تمام. الحوار ده تحليل زوايا ما فيهاش اي حاجه، تبقى كوزاين جاما كابيتال. بعد كده الاكس اللي عندي دبليو تي في تاني الفاي في ساين جاما كابيتال، تطلع لي بالقيمه دي والقيمه دي. طيب قدرت اطلع الثلاث قوى اللي عندي، يبقى انا كده وانا داخل على المساله دي دلوقتي عندي قيمه ايه؟ الثلاث قوى دول. دلوقتي انا هسيب الحل بتاعه اللي هو بيحل تحت ده بيه، هو احنا كده وصلنا للاوميجا تي واوميجا ار واوميجا اي، تمام، الثلاثه دول عن طريق بس قانون مين؟ الترك والثلاث قوى والقانون اللي معايا يعني، تمام. بس بعد كده هو بيحل المتجهات، فانا هسيبني من المتجهات دي واروح احل بالاسلوب اللي احنا بنعرف نحل بيه الاول، تمام، اللي هو انهي؟ اللي هو ان سيجما الفورس في اتجاه اكس بصفر، سيجما الفورس في اتجاه واي بصفر، سيجما الفورس في اتجاه زد بصفر، سيجما التورك في اكس بصفر، المومنت اسف في اكس بصفر، سيجما المومنت في واي بصفر، سيجما المومنت في زد بصفر. طيب لما اجي اعمل سيجما الفورس في اكس اول حاجه بصفر، مين القوه اللي في اكس؟ هقول له تعالى كده عندي كام قوه في اكس؟ ادي القوه دبليو ار وعكس محور اكس، يبقى سالب الدبليو ار، ودي قيمتها معايا، خلي في علمك ان دي قيمتها معلومه انا مطلعها كقيمه تحت اصلا، يعني دي معطى، تمام. طيب بعد كده اللي هي ب 46 و6 من 10 خلاص. طيب في تاني اف اكس، قال لك في اف دي اكس وديت برضو عكس محور اكس، يبقى سالب اف دي اكس، خلاص. في عندك قوه كمان بقى اللي هي زائد عشان دي اللي في محور اكس، اف سي اكس، اف سي اكس، خلاص. الكلام ده كله بيساوي صفر،
انا معايا كام مجهول في المعادله دي؟ 1 2، يبقى انا ده طبعا معطى خلاص، 1 2، يبقى انا كده ايه، مش هعرف احل. هجيب سيجما اف واي بتساوي صفر، مين اللي في واي؟ هقول له الاتجاه المحوري اللي هو الاتجاه ده، في اف سي، اف سي واي، اف سي واي، ودي في نفس المحور تمام، وفي ماينس الاكسيال، الدبليو الاكسيال. طب انا معايا الاكسيال، هقول له اه معايا قيمه الاكسيال، الكلام ده بيساوي صفر، ما فيش غير الاثنين دول بس، عشان تبقى عارف يعني في الواي ما كانش فيه غير الاثنين دول بس، لان الثانيه كانت هنا. خلاص لو مسحت لك دي بالراحه كده هتلاقي ان القوه الثانيه هنا، ما فيش حاجه في الواي هنا كده. يبقى انا كده الدبليو الاكسيال معايا خلاص، اقدر اطلع منها قيمه اف سي، يبقى انا قدرت اطلع اف سي واي، ادي معطى قدرت اجيبه. طيب تاني حاجه قال لك، تعال قال لك اخر حاجه اللي هي بتاع الزد بالنسبه للقوه. بالنسبه للزد ادي الزد اهو، في عندي الدبليو تي في اتجاه محور الزد التانجنشال خلاص، وفي عندي الاف سي زد ديت عكس اتجاه محور زد، ماينس اف سي في اتجاه محور زد، او اف زد في اتجاه في اللي هي عند السي. وفي عندي برضو لو جينا نلغي المعادله دي بقى خلاص، انا طلعت منها الاف سي واي، عرفت كده ان في معادله طلع لي اف سي واي، دي مش محتاجه في حاجه تاني. في برضو عندي ايه، الاف دي زد تمام، يبقى عندي ماينس اف دي زد تمام. طيب الكلام ده كله بيساوي صفر، عندي معادلتين برضو، في معادله في مجهولين، فمش هينفع ديت اكس اصلا وديت زد، فبرضو مش هينفع خالص لان مفيش علاقه ما بينهم. طيب مين اللي هيحل لي دلوقتي ان انا اجيب الثلاث معادلات التانيين؟ كانوا بيقولوا لي ايه، سيجما التورك، سيجما المومنت اسف، في اتجاه محور اكس بيساوي صفر، بس عند اي نقطه؟ مين النقطه اللي انا هشتغل عندها؟ انا المفروض بندور على النقطه الاول، كان الفكر ان احنا بندور على النقطه اللي هتلغي لي اكبر عدد من القوه. مين النقطه اللي هتلغي لي اكبر عدد من القوه؟ هلاقي نقطه جي عندها 3 قوه ونقطه سي عندها 3 قوه، خلاص يبقى تقدر تلغي لي النقطه دي او النقطه دي، لان دي بتطلع اكبر عدد من القوه. انا هختار ساعتها نقطه سي. واحد يقول لي ليه؟ هقول له ان لان يعني لو شغلنا كده شويه، لو فكرنا كده شويه اسف، وجينا نبص على النقطه بتاعه جي، فدي عندها 3 معطيات، فانا لو اهملت النقطه دي او خدت عندها العزوم، يبقى انا بطير 3 معطيات عندي، او 3 معادلات اللي هو هيبقوا بارقام تمام، طيرت 3 ارقام. لما طير 3 ارقام يتبقى لي معادلات بمجاهيل، معادلات كتير قوي بمجاهيل، فانا لما طير معادلات كتير قوي، لما اسيب معادلات كتير بمجاهيل ممكن اتلخبط، لكن لما بقى عندي ارقام وممكن تطلع لي قوه وانا ماشي، يبقى انا كده ايه، هبقى ماشي صح او حلل بنسبه كبيره صح. فانا عشان كده اشتغلت عند السي، فضلت ان اشتغل عندها. برضو انت ممكن تشتغل عند تانية صح مش غلط يعني، بس انا بقول لك على الحاجه اللي ايه ممكن تسهل عليك الدنيا. هاخد سيجما المومنت في الاكس بتساوي صفر. اول حاجه عشان تاخد سيجما المومنت في الاكس بتساوي صفر في ال 3 دي، قال لك رقم واحد لو قوه بتوازي المحور اللي انت شغال عليه مش هتعمل عليه مومنت. رقم اتنين لو قوه بتقطع، عامله تقاطع، ما اعرفش هتترسم ازاي، بس عامله تقاطع يعني مع المحور اللي انت شغال عليه، برضه مش هتعمل عليه مومنت خلاص. يبقى انا ههمل اي قوه بتوازي محور اكس او بتقطع محور اكس خلاص. فانا هاجي اقول له انا عند السي اصلا، فالثلاث نقط بيقطعوا نقطه سي، فالثلاث نقط دول ايه، مش هياثروا عليها يعني، الثلاث نقط دول اتلغوا خلاص، انا باخد مومنت هنا تمام، ده دايركت اصلا. بعد كده هقول له القوه الدبليو ار دي في اتجاه محور اكس يبقى مش هتاثر عليها، والقوة دبليو اي دي بتقطع، هتلاقي بص عاملة تقاطع مع محور اكس، لما تيجي تمدها لورا كده هتلاقي بتقطع محور اكس، يبقى برضه مش هيتأثر عليها. الدبليو تي لا بتقطع ولا بتوازي، يبقى هتأثر على محور اكس. وعندك الناحية التانية هنا الاف دي اكس بتوازي محور اكس، يبقى مش هتأثر عليها، ديت ما بتعملهاش حاجة هتأثر، ودول التلاتة ملغيين. هتبقى لي ان الدبليو تي، القوة دبليو تي في البعد العمودي اللي بينها وبين اكس اللي هو بكام؟ 1.293، بيعادل الاف دي زد، الاف دي زد في البعد العمودي اللي بينها وبين محور بين نقطة، اسف، البعد العمودي بينها وبين سي تمام، اللي هو ده القيمة اللي هي هتمثل الستة وكسر، كانت 6.5 باين، كانت 6 بسم الله الرحمن الرحيم، بعد السي عن الاكس 3.58، 3.58 دي كانت 3.58، هتطرح منها القيمة دي تمام، اللي هي فين؟ احنا هنشيل المعادلة دي معلش برضو عشان نعرف نشوف، اهي 3.58 القيمه دي كده هي البعد العمودي ما بين الجي والسي تمام. طيب هي المفروض القيمه بتاعت التورك دي هتحدد هي بتدور مع ولا عكس، هتلاقيها بتدور القيمه، القوه احنا قلنا انهي قوه اللي هتاثر، دبليو تي، انا عايز اعرف هي هتدور مع ولا عكس، هقف عند النقطه دي وادي العمودي، ولا بتدور ايه في الاتجاه ده، الاتجاه ده مع عقارب الساعه، يبقى الاشاره سالب خلاص.
طيب هاجي هنا اقف على النقطة دي، وادي العمودي هتدور عكس عقارب الساعة بقى الإشارة موجب. تمام، يبقى سالب ال دبليو تي في البعد العمودي اللي هو 3.35 على اللي هي 3.5 على 8 دي ناقص 1.293، تمام، المفروض يعادل الاف دي زد فين؟ في البعد ده. فانا من هنا اقدر في المعادله دي اقدر اجيب الاف دي زد. ليه؟ لان انا معايا الدبليو تي اصلا من الاول، قلت لك الثلاثه دول معطى، يبقى قدرت اجيب اف دي زد. طالما انا جبت قدرت اجيب اف دي زد، كانت مكتوبه هنا على فكره، تمام، يبقى انا هقدر اجيب من المعادله دي مين؟ الاف سي زد. خلاص، ما انا بقى معايا الدبليو تي ومعايا الاف دي زد اللي كانت مكتوبه هنا، يبقى اقدر اجيب الاف سي زد. خلاص، يبقى انا كده بان انا معادله كمان قدرت اجيب الاف سي زد. خلاص، اقول له اخد سيجما المومنت حوالين الزد، سيجما المومنت حوالين الزد برضو النقطة سي. خلاص، الكلام ده بيساوي صفر. فاقول له تعالى اي قوه، انا كده المعادله دي كلها ملهاش لازمه عندي. خلاص، ليه؟ لان طلعت منها الاف سي زد والاف دي زد. اقول له اي قوه حوالين بتوازي محور زد ههملها، واي قوه هتقطع محور زد مالها ههملها برضه. طيب تعالى كده، فين القوه اللي هتوازي محور زد؟ هقول له ادي محور زد اللي عندي ده، المحور ده ال دبليو تي بتوازي محور زد، مش هينفع. تمام، طيب ال دبليو اي ما بتعملش حاجه في محور زد، لا بتوازيه ولا بتقطعه. ال دبليو ار برضه لا بتوازيه ولا بتقطعه. طبعا الثلاثه دول كده كده احنا قلنا مالهم، اتلغوا خلاص من زمان يعني. خلاص، طيب اجي بقى الاف دي زد ديت مالها؟ بتوازي محور زد. خلاص كده، طيب هقول له يبقى اف دي زد، اف دي اكس اسف، في البعد العمودي عمها عن نقطه سي، تمام، اللي هي المسافه دي كلها، تمام، المفروض ده هيدور ماله؟ عكس عقارب الساعه. خلاص، في الاتجاه ده كده يبقى عكس عقارب الساعه، ماسكه القوه ماسكه العمودي بتاعها وبزقها كده، يبقى عكس عقارب الساعه، يبقى اشارتها موجب. تمام، والدبليو ار والدبليو اي في البعد العمودي كل واحده اللي هي دي في البعد العمودي عن محور عن نقطة سي اللي هو البعد ده، تمام، هتكون ماسكة العمود وبتلففها معه، يبقى اشارتها سالب. ودي في البعد العمودي عن نقطة سي اللي هو انهي؟ اللي هو البعد ده. خلاص، ماسكة العمود ده وعايزة تلففه كده، مالها؟ عكس عقارب الساعة تبقى موجب. خلاص، فالمومنت هنا والمومنت نتيجة دي معروف قيمتهم، هيعادل المومنت فين؟ نتيجة اف دي اكس. يبقى انا هقدر اطلع من المعادلة دي مالها؟ اف دي اكس بقد ايه؟ خلاص، معادله المومنت دي بتاعت الزد. تمام، حلو، يبقى انا كده قدرت اطلع اف دي اكس منها. هقدر اطلع انا بقى معايا اف دي اكس ومعايا الاوميجا الدبليو ار، هقدر اطلع الاف سي اكس. خلاص، يبقى انا كمان قدرت اطلع الاف سي اكس. امال ايه اللي ناقصني؟ انا كده المفروض كل المجاهيل اللي كانت موجوده في الثلاث معادلات اللي في الاول خلصوا. اللي ناقصني ان انا اعرف قيمه التورك قد ايه. ليه؟ لانك لو جيت تاخد سيجما المومنت، هوريك دلوقتي سيجما المومنت حوالين الواي بيساوي عند نقطة سي برضو بيساوي صفر. خلاص، هاجي اقول لك تعالى ناخد سيجما المومنت كده. لو جيت تاخد سيجما المومنت، تمام، لازم تعمل اول حاجة اي قوة بتوازي محور واي واي قوة تقطع محور واي. خلاص، تمام، احنا قلنا المعادلة دي كده خلصت لان طلعنا كل منها كل المعطيات. هقول له تعالى بقى سيجما المومنت حوالين محور واي وسيجما المومنت اي قوة بتوازي محور واي اي قوة بتقطع محور واي. ادي محور واي، مش القوتين دول بيقطعوا محور واي؟ يبقى دول كده اهملوا، طاروا لوحدهم. طيب، والقوه دي مش هتقطع محور واي برضو؟ يبقى الدبليو ار لما تمدها على استقامتها هتلاقيها بتقطع محور واي، يبقى الدبليو ار دي خلصت. طب الدبليو اي دي بتوازي اصلا محور واي، يبقى برضو طارت. يتبقى لي بس، وطبعا احنا بنجيب المومنت على النقطه دي، يتبقى لي العزم اللي هيجي نتيجه الدبليو زد في البعد العمودي اللي هو 3.88، تمام، واللي هيلفف محور واي. العزم ده اللي هو الدبليو تي اللي هي 406 في 3.88 دي، تمام، هيساوي المفروض ان انت هتكتب سيجما المومنت حوالين سيجما المومنت حوالين محور واي بيساوي صفر. فانت ازاي هتكتب ان القيمه دي؟ طيب لو افترضنا ان معيش التورك، تمام، القيمه دي بتساوي صفر، ما ينفعش، لازم يكون في حاجه تعادل القيمه دي. تمام، طبعا ده بيدور عكس فماشي موجب، يبقى هتقول ان في تورك بيدور ماله الاتجاه ده مع عقارب الساعه ناقص التورك، تمام، بيساوي الصفر. فتطلع قيمه التورك اللي الشافت هيلفف بيها الحاجه اللي بعد منه. ممكن يكون الشافت بيلفف عجل عربيه، ممكن يكون الشافت بيلفف موتور برضو هناخد منه كهرباء او غيره، فلازم يكون في عندك تورك على الشافت حتى لو ما كانش موضح، لان ما ينفعش تقول ان القوه الاخيره اللي هي بقيمه معينه مثلا 800 هتساوي صفر، ما في 800 لا تساوي صفر، تمام، فلازم يكون في تورك بيمتص من الشافت ده، في حاجه يعني الشافت ده بيدور فبيدور حاجه بعد منه. خلاص، ده معنى الكلام يعني.
فدي المسألة. طيب بالنسبة بقى لأسلوب حل هو بالمنتجات، هو عمل إيه؟ هو جاب حاجة اسمها الـ RGE. الـ RGE دي اللي هي إيه؟ هقول لك. بص يا سيدي، هو اللي عمله كالآتي، هو جاب السيجما المومنت حوالين نقطة الدي، تمام؟ طيب وقال لك هجيب ار جي دي اللي هي الدي جي، تمام؟ طب هجيبها ازاي كمتجهات؟ قال لك بص، احنا بنتحرك مسافة من هنا على، هنتحرك مسافة الأول على الإكس من الدي لحد الجي، يبقى المسافة اللي على الإكس دي مقدارها قد إيه؟ 3.88، هنسميها 3.88 اي، خلاص؟ طيب وبعد كده المسافة التانية هتبقى على الواي، فهتمشي في الاتجاه ده وبعدين توصل لحد هنا، تبقى المسافة دي من هنا لهنا بكام؟ الأول هي ماشية عكس الواي، يبقى سالب 2.5 سالب 1.293 في اتجاه محور الجي، يبقى سالب افتح قوس 2.5 زائد 2.93 في اتجاه الجي، خلاص أيا كانت القيمة اللي هتطلع معاك. بعد كده في الزد هتلاقي نفسك صفر، يبقى زائد 0 زد اللي هو ممكن تكتبها بأي وجي وخلاص، تمام؟ طيب وهيجيب برضو المسافة من الدي لحد السي، هيسميها الار سي، خلاص؟ طيب المسافة دي ايه؟ المسافة دي قال لك بتعبر عن صفر في الاي وعلى الجي قيمتها بمجموع الاتنين دول بس في الاتجاه السالب، المجموعة الاتنين دول دي ودي بس في الاتجاه السالب، وفي الزد برضو بصفر، تمام؟ ده اللي هو عامله. هتنزل تحت هتلاقيه كاتب لك الار جي ب 3.88 اي والقيمه دي في الجي، وهنا ديت بالقيمه دي بس في الجي، وقلت لك اتجاه الجي دايما ايه؟ سالب، لانه ماشي عكس محور واي، بادئ من عند النقطه دي وماشي في الاتجاه ده اللي هو عكس محور واي، تمام؟ طيب بعد كده هيروح يعمل ايه؟ يقول لك ان سيجما المومنت حوالين النقطه دي اللي هي نقطه دي بتساوي صفر. طب سيجما المومنت دي هتطلع لي ايه؟ قال لك بص، اول حاجه عباره عن القوه اللي عند الدبل اللي عند الجي مضروبه في الار جي، طيب او الار جي في القوه اللي عند الجي، طيب الار جي انا حسبتها، تمام؟ طب القوه دي هتبقى عباره عن ايه؟ قال لك لازم تكتبها برضو كمتجهات، تكتب ان انت عندك قوه في اتجاه محور اكس، فين القوه دي؟ اللي هي الدبليو ار، يبقى سالب الدبليو ار بقيمتها طبعا انت مطلعها. بعد كده عندك قوه في اتجاه محور واي برضو، وسالب سالب دبليو ار في اتجاه الاي، اسف، سالب الدبليو اي في اتجاه الجي، تمام؟ بعد كده موجب ال WT في اتجاه مين؟ ال IJK، تمام؟ طيب راح عامل كده فين؟ في الحتة دي، هو بيضرب ال R في ال W، راح ادي ال R وديت سالب ال 46.46، هو كان مطلع ال WR وسالب وموجب زي ما انا قلت لك. طيب في ضرب المتجهات ايه اللي بيحصل؟ طيب بعد كده طبعا هتيجي عند الجي نفس الكلام، عند ان انت عندك اسف ال R C نفس الكلام، وال ار الاف سي هو كان فارضها اصلا بقيم، تمام؟ والمنتجات دي بتفرضها بمزاجك، فقال لك في اتجاه محور اكس هتبقى موجب، في اتجاه محور واي هتبقى سالب، اللي هي في اتجاه هتبقى موجب برضه، في اتجاه محور الزد هتبقى سالب، خلاص؟ فبقى بالشكل ده، اللي هي موجب موجب في اتجاه محور واي، لحظه، في اتجاه محور الزد المفروض تبقى سالب، القيمه دي سالب، تمام؟ بس هو تقريبا في الفرض، في الفرض بيحط القيم كلها موجبه، واللي تطلع له سالب يبقى زي ما هي، ما طلعتلوش سالب يبقى خلاص. قال لك الكلام ده ما تنساش ان سيجما المومنت دي بتشمل معاها التورك ده كمان، يعني لازم تحط التورك ده وتفرض قيمته موجبه، طلع لك سالب يبقى عكس الحركه، ما طلعش يبقى تمام، يبقى زائد التورك اللي على فين؟ التورك ده موجود فين؟ التورك ده موجود على محور واي، يبقى التورك في اتجاه الجي، خلاص؟ طيب فراح حط المعادله بالقيمه دي. طيب لما بتيجي تضرب منتجات بتعمل ايه؟ بتفتح محدد، تمام؟ يبقى لما هاجي اضرب منتجات في بعض هفتح محدد، ده انسب حل يعني عشان ما تلخبطش. بنكتب في المحدد ده اول حاجه اي، بعدين جي، بعد كده كي، تمام؟ طيب هنا في بكتب الفيكتور الاولاني الاول 3.88 في الاي، وبعد كده 3.7، حلو، دي 7 ودي 8، المهم انت بتكتب القيم بالظبط عندك بقى، والكي بصفر عندي، صح؟ والتاني هيبقى سالب 4.6.6، تمام؟ وديت ب 140، سالب 140، تمام؟ ودي ب 406. طيب عايز احسب الحاجه اللي في اتجاه الاي، القيمه اللي هتطلع لي في اتجاه الاي، بطير القيمه دي مع القيمه دي واروح ضارب 3.793 كده في القيمه اللي هي الثالثه عندي في الكي اللي هي في 406. لما تضرب القيمتين دول في بعض اللي هي 3.79 في ال 406 اللي عندك، تمام؟
هطلع لك قيمة بكام؟ ب 1500. المفروض لو انا عملتها 6 من غير تقريب هطلع لي ب 1541. هو كده بالتقريب هنا بايه؟ ب 1540. طبعا الاشارة السالب دي منين؟ ان هي القيمة دي كانت بسالب، انا نسيت احط السالب هنا، دي كده كانت بالسالب 3.7. تمام. طيب بعد كده عايز اللي في الجي، بروح قافل دي مع دي، واروح جايب القيمة دي في اللي هي الاي في الكي التانية مع الاي في الاي اللي هي بتاعت التانية في الكي الاولانية. طيب اي التانية في الكي الاولانية بصفر، تمام. يبقى دي في دي، خلاص دي موجب والكي التانية بموجب. لما تضرب القيمتين دول في بعض 3.88 في 406 في 406 هتطلع لك بكام؟ ب 1575.28. خلاص. طيب الاشاره ايه؟ طبعا ما انساش ان الموجب سالب موجب. سالب موجب اللي هو انت بتحط هنا في اول حاجه موجب سالب موجب، دي كانت من ضمن القواعد يعني. بعد كده سالب موجب سالب، بعد كده موجب سالب موجب، عشان لو هتشتغل على المحدد كله، بس احنا بنشتغل على اول صف بس، فطبعا ديت سالب اصلا يعني موجب سالب موجب. فلما هاجي اطار دي مع دي هاخد اقول ان سالب جي، دي رقم واحد. خلاص. طيب الاخيره بقى ان انا هشتغل على الكي، هطير دي مع دي، فتبقى الاي في الجي الثانيه ناقص الجي الثانيه في الاي الاولى. يبقى الاي اللي عندي 3.88 في سالب 140 ناقص القيمه دي اللي هي بناقص اصلا تبقى زائد. تمام. يبقى القيمه دي في الاي اللي هي هتبقى سالب، هتطلع لك قيمه سالب وسالب، هيبقى القيمه الكليه سالب يعني. فلما تعمل الحوار ده هيطلع لك قيمه الكي، او تكون انت عارف انت ازاي بتحسبها، ان انت بتقول اي في، لو اي في جي بتديك كي، ولو جي في اي هتديك سالب كي. في حل تاني غير المحدد يعني، بس الحل التاني ده رخم يعني، محتاج تبقى متمرس فيه كتير، فخلينا في المحددات. وهتروح فاتح للتانية دي برضو محدد وتطلع قيمتها، خلاص تطلع معاك بكام بالظبط. حلو. طيب هتروح جاي الحل التاني عشان بس تبقى فاهم، ان انت لما بتقابل الجي في الجي حلو بتقول انها بصفر يعني، لما تطلع لك دي بجي تربيع قول انها تديك صفر خلاص، وتقول ان الجي في الاي هتديك سالب الجي في الاي سالب الكي، لان اي وبعدين الجي بعد كده الكي، فلما تبقى جي في الاي مشيت مع عقارب الساعه هتديني سالب الكي. تمام. جي في الاي هتبقى بسالب الكي، والاشاره دي سالب هتديني موجب. تمام. فدي اللي طلع. فانت لو ضربت هتلاقي، هو مش ضربت، هي كده كده 6.125 في القيمه دي، طلعت ب 6.125 خلاص. والجي في الكي بتديني ايه؟ الاي، لان انا مشيت ايه؟ عكس عقارب الساعة مش معاها، فيبقى الجي في الكي هتديني الاي. المهم سيبك من الحل التاني عشان محتاج شغل شوية، فهتكتب القوانين دي او هتفتح المحددات زي ما قلت لك وتحل. بعد ما تحل تطلع قيمة التورك بقد ايه؟ الاف سي اكس بقد ايه؟ الاف سي زد بقد ايه؟ دي اللي موجودين هنا. ليه؟ منين؟ ان انت بتقول مجموع القوى اللي في اتجاه الاي، او الحاجات كلها اللي في اتجاه الاي هتصفر مع بعض، فتطلع قيمة الاف سي زد، والحاجات اللي في اتجاه الجي هتصفر مع بعض، هتلاقي التورك في الجي والقيمة دي بس، هتطلع قيمة التورك. طب والحاجات اللي في اتجاه الكي هتصفر مع بعض، هتطلع قيمة الاف سي دي الاف سي اكس، لكن اللي كانت في الاي هتطلع لك الاف سي زد. خلاص طلعنا القيم دي. بعد ما تطلع دول تقدر تعمل عن طريق ايه؟ ان سمشن الفورس بيساوي صفر، تطلع قيم اللي عندك الفورس. طب هو عملها ازاي؟ قال لك برضه هيقول ان الاف دي زائد الاف سي زائد الدبليو، اللي هو ايه؟ اف دي دي كتبت المحدد، فتحت كتبت القيمه المتجهه بتاعتها خلاص، والاف سي فتحت وكتبت القيمه المتجهه بتاعتها، والاف والدبليو فتحت وكتبت القيمه المتجهه بتاعتها، وبرضه مجموع اللي في الايات هيساوي صفر، مجموع اللي في الجي هيساوي صفر، ومجموع الكيهات هتساوي صفر، وهتطلع قيمه الاف سي واي والاف اكس دي والاف دي زد. خلاص هتطلع الثلاث قيم دول، هو طلعهم هنا خلاص كده حل المساله. تمام. فلو مش عاجبك طريق محدد، سيجما الفرصه في اكس بصفر، سيجما الفرصه في واي بصفر، سيجما الفرصه في زد بصفر، سيجما المومنت وسيجما المومنت وسيجما المومنت بصفر، خلاص بس دي المساله.